عايزين نتكلم شويه عن المنتخب الوطني الاول. امبارح كان في بعض التصريحات بالنسبه للكابتن حسام البدري، تصريحات مهمه جدا جدا. اهم هذه التصريحات هو فيما يتعلق بشاره القياده، وان الكابتن حسام البدري اغلق هذا الملف بشكل نهائي. احنا عارفين ان الكام يوم اللي فاتوا، او بالتحديد من ساعه ما الكابتن حسام البدري تولى المسؤوليه، واللغط كان حوالين الموضوع ده، صلاح هيبقى كابتن الفريق ولا احمد فتحي هو اللي هيكون كابتن الفريق، طب المنتخب هيمشي بالاقدميه ولا هيمشي حسب الرؤيه الخاصه بالمدير الفني. كل دي تكهنات وامور كتيره جدا اتكلم فيها الجمهور المصري بشكل عام والاعلام الرياضي في مصر. لكن الاهم ان الكابتن حسام بدري اغلق الموضوع بشكل نهائي امبارح، وهو قال كلمه مهمه قوي بالنسبه لي. يعني قال ان هو كان مستغرب من البعض بيتكلم في ان القصه ما بين احمد فتحي ومحمد صلاح، وده غير حقيقي طبعا. هو احمد فتحي ومحمد صلاح العلاقه ما بينهم مميزه جدا، لكن من اثار هذه الازمه هو الكابتن حسام البدري نفسه. الجزئيه المهمه اللي هو قالها، احنا بيقول احنا كنا بنتكلم في مبدا، هل نمشي بالاقدميه ولا نمشي بحسب الرؤيه الخاصه بالجهاز الفني، يعني مين اللي يقدر يقود المنتخب. لكن طبعا في ظل تواجد احمد فتحي، وده اللي اكد عليه الكابتن حسام البدري، طالما احمد فتحي موجود فخلاص هو هيبقى كابتن منتخب مصر، وان السياسه اللي هيتم اتباعها خلال الفتره اللي جايه هي سياسه الاقدميه بالنسبه لشرط القياده. وده شيء مهم جدا، لان انت ما ينفعش طبعا يكون عندك لعيب بقيمه وتاريخ احمد فتحي، واي لعيب في مصر بيستنى الفرصه ان تجيله شرط القياده، يعني يعني كابتن منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا جدا، فمش لما هتجيله فرصه هيسيبها يعني. فبالتالي طبعا مع التقدير الكامل نجم كبير جدا جدا محمد صلاح نجمنا المصري اللي بيتألق في الملاعب الأوروبية وبالتحديد مع ليفربول، لكن الاستغراب بس في تعليق الكابتن حسام البدري ان ليه الناس كانت بتتناقش ان موضوع احمد فتحي ومحمد صلاح وكلام من ده. هو اللي خلى الناس تتناقش في الجزئية دي يا كابتن حسام ان تم سؤال احمد فتحي عن امكانيه التخلي عن شرط القياده. طالما سالت احمد فتحي يبقى انت كان عندك اتجاه تاني، مش انت، مش قصدي ككابتن حسام بدري، يعني انا بتكلم كمنتخب كجهاز مسؤول سواء اداري او فني. فانت طالما سالت احمد فتحي يبقى كان في اتجاهات اخرى، كان في جهاز نبض. فبالتالي من هنا جت الازمه ومن هنا الكلام كتر. لكن الاهم خلال الفتره اللي جايه في الحقيقه ان الكلام يقل شويه.